أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا اللي ينجز عمله بالطرق والخدمات 90 يوم نعتبره راسب، أقل من 90 يوم ناجح، لكن عاد نجاحه بدرجته يعني بموجب التسلسل. بالنسبة للمباني أيضا قلت للوزير الإسكان الزمن التقدير اللي يقدر لكم إياه، وأني هذا الشيء مو نظري، شيء عملي مطبق، هو 4.5 أشهر أقصى شيء يكون لما تصلون للخمس أشهر تكون حالتكم مو كلش همتها عالية، لكن 4.5 أشهر معقولة للأبني. يعني كان هذا التقدير العام اللي عملناه. وأظن الإخوان الطرق والخدمات ينجزون قبل 90 يوم كل همتهم، لكن واضح إن كل همتهم عالية. ما هاي اللي سويته يعني أنتو صحيح أفضل. تصير سيدي. سيدي احنا هسه يعني بغض النظر عن النتائج الاخرى، هي هذه بحد ذاتها فرد شيء، لانه انا ادري يعني تحت اشرافي حاصل بناء مو بهالحجم، يعني قصدي مو بهالكثر، بناء درجه اولى انجز باربع اشهر ونص. اذا انت تنجزوه باقل من 4.5 أشهر يعني صحيح انتم. فالخبرة المكتسبة مع الروحية الجديدة اللي أثارها أنا أعرفها، وهذه كان واحد من أهداف هذه الحملة، أثارها ما راح تقتصر على سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، ولا على ميدان التشييد والبناء، ولا على ميدان الطرق والجسور، على الحياة ككل، على نوع الإنسان الجديد، على هذا المستوى من الروحية. والآن يعني أنا مريت على الفوات الجو اللي فيها، الحالة اللي موجودة أمامي بالضبط قريبة من حالة المعارك اللي كنت أشوفه، التنافس التسابق بين الرجال على إيصال حلم العراق إلى نقطة ترتكز بها على أرض المحررة، أو يرتكز عليه العلم على أرض المحررة. ما خفوت وزنك سيدي نبكم ما تخفي يا مالك ما تعي وقتهم جهادكم بزيارة من الوزارة. أنا قلت لهم أنا رئيس دولة فيتنام، قلت للعراقيين بعد الحرب بدأوا يشتغلون الشهر أحد السنة، فأنا واثق ما نعبر الجدش. وأيضا بديت تحسبون حسابات اقتصادية صحيحة، هذا الملعب أنا واثق لو بغير وقت يمكن كلفته الصيف 4 مرات تقدر تتفلورا. ليس هنالك ما هو أصعب من ظرف العمل في العراق، وربما في الفاو قد لا يكون في العالم أكو ظروف عمل كثيرة في الحر، يعني في الصيف بمستوى أعلى منها، أو أنه المقارنة معها يعني ما أقدر أجري مسح يعني فوري لظروف الطقس في العالم، ولكن أقول العمل في الفاو صيفا في تموز وآب يعني مو عملية شقة مثل ما يقول التعبير العام، ليست عملية، هي عملية في غاية الصوت. أكيد هسه أنتم يعني ثقتكم بنفسكم الآن أعلى أضعاف مما كنتوا عليه قبل عملية قبل حملة الوصول،
يعني بالسابق يمكن واحد يتهيب من يقول لك هذا البناء اريده بسنه يتهيب، يعني تحسب وتروح تحسب وتروح تحسب. هسه صار عندك سياقات، يعني البرنامج السريع صار ورا الفاو، يعني بعد ما انتم ما قلت بعد ما تهضموا لي انتم عايشين يوميا، راح اطلع من الدرجه تقول البناء السريع هذا تنجزه يا فلان مهندس الجديد اللي بعده تنجزه انت بكر مستلزماتك هذه بضبط مستوى النوعيه هالقد الكلفه لازم ما تزيد عن هالقد صار سياقات يعني هذه السياقات هي هذه ثروه المستقبل. يعني بالاضافه الى القيمه التاريخيه وما يسجل ان البصره قد تم اعاده اعمار عمارها في زمن هكذا، والفاو تم بنائها من جديد، يعني لان عمليا ما نقدر نقول اعاده اعمار، الفاو ما بيش لا شارع ولا تاسيسات كهربائيه ولا تاسيسات هاتف ولا مجاري ولا طرق فرعيه ولا اي شيء، حتى حد السي بي اس لمكانات الشوارع ما ممكن يعتمد عليه في الفاضي ولا ابنيه، يعني هذه ان الابنيه اللي استطاعت ان تصمد للقصف او ان القصف لم ينل كما ينبغي هذا شيء جاي. فإذا البناء فاو جديدة في مكان الفاو القديم تعبير الأسماء. أقول بالإضافة إلى المعنى التاريخي اللي راح يسجل وتأثيراته ودلالاته لا تقتصر على مجرد عملية تسجيلية للتاريخ، وإنما بما يحمل من معاني راح يكون لها فعل تأثيري غير اعتيادي على حياة الإنسان العراقي من بعد الخطوة الأولى وإلى مئات السنين. إعمار الفاو له دلالات مكملة لتحرير الفاو وله انعكاسات سلبية على الطرف الذي ما زال لم يهتدي إلى حبل السلام، تكون عليه انعكاسات من تعمير الفاو مكملة لانعكاسات تأثير تحرير الفاو عليه التي أرغمته على السلام. هذا تعمير الفاو سيكمل منهج التحرير في مئات السنين، سيكون لإعادة لروحية ومستوى عمل إعادة إعمار البصرة ولروحية العمل ومستوى العمل في بناء الفاو من جديد على أرض الفاو المحررة التي دمرها العدو، سيكون لها انعكاسات إلى الناس على حياة العراق ككل، على الإنسان العراقي ومستوى تفكيره وعمله، وعلى مستوى البناء والحياة اللي هو يعني الأساس هو أنه احنا كيف نبني للحياة وكيف نعيد صياغة مجرى المسار التاريخي للعراق باتجاه صاعد، وبالتالي نعاون في إعادة صياغة المجرى الحياة الأمة كلها. Thank you.
راح يا هذا.